واحد بيقول نرجو الإجابة الآن للأهمية لسبب مساعدتنا في دراسة بحث المقدمة. ما الفرق بين عمل المجلس الملي وهيئة الأوقاف واختصاص كل منهما؟ هيئة الأوقاف القبطية تنظر في إدارة الأوقاف القبطية أو في الإشراف على إدارتها، يعني إذا كان في أوقاف تحت إدارة أبروشيات أو أسقف أو أسوس هي بتشرف على إدارة هذه الأوقاف ومراجعتها، وأيضا تعيين نظار الوقف. أما المجلس الملي فليست له علاقة بالأوقاف، هو يشرف على الأملاك. إذا كان في البطرخانة يبقى الأملاك الخاضعة للبطريركية، إذا كان في الأبروشيات يبقى الأملاك التابعة للأبروشية. لكن الوقف تشرف عليه هيئة الأوقاف. لكن ممكن ان المجلس الملي يدير وقفا من الاوقاف وبرضه يبقى هذا يحتاج لاشراف هيئة الاوقاف. الادارة شيء والاشراف شيء اخر. كمان المجلس الملي يدير ما يتبع الأبروشية أو البطريركية من مدارس أو من هيئات مماثلة.